السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادية للطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال كريم كراميل اللي غنحتاجو فيها المقادير التالية. غنحتاج مقدار 200 غرام ديال السنيدة اللي غنصيب بها الكراميل، و100 غرام اللي غنضيفها في الحليب، وغنحتاج اطرو ديال الحليب، جوج ساشي فاني، معلقة كبيرة قشور ديال الحامض، و8 البيضات. نمشيو دابا لطريقة التحضير. غنجيب الكسرونة ديالي كيف ما كتشاهدوا، غندير فيها حتى 200 غرام ديال السنيدة، وغنشعل عليها البوطة، ما غنضيف لها لا ما لا حتى شي حاجة، غيبقى هو حتى يبدا تبان لكم السنيدة كتذوب من الجناب عاد تخلطوه كيفما كتشاهدوا معايا سيداتي. من بعد ما دابت لينا السنيده، نخلي حتى تطلع فيه داك الغليه، ونخوي في المول ديالي كيفما كتشاهدوا معايا. انا اختاريت مول دايب، غنخليه دابا حتى يبرد عاد باش نوجد الحليب والبيض. كيف ما كتشاهدوا معايا، جبت الكاسرونه ديالي، غنضيف لها اطرة الحليب وجوج فاني والمعلقة هي الحامض، وحسب 100 غرام ديال السنيدة. انا السنيدة غندير غير عيني ميزاني، هي في الاصل 100 غرام في اللتر، وغنردو نديرو فوق البوطة غير يسخن، ما نخليش حتى يفاد، غير يسخن ونطفي عليه. دابا كيف ما كتشاهدو جبت اناء اخر اللي ندير فيه البيض ديالي. على حسب البيض، كاين اللي كيدير 6 كاملين وجوج غير الصفر ديالهم، انا كنديرو كامل، كندير 8 البيضات كاملين. غنضرب البيض ديالي مزيان حتى نخلط السكر مع البيض. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما دربت البيض غنضيف له الحليب ونخلط دغيا. تخلط معايا. بالنسبه لسميتو، انا غنعاود نصفيه على ود لكن مشى ليا شي قشور البيض ودوك القشور ديال الحامض باش يتحيدوا ما يبقاوش. من بعد غنجيب الطاوة ديالي وغنخويها فيه، وغنديرو في الباماغي وغندخلو الفران. هادو سيداتي، كريم كراميل ديالنا ها هو طاب، خرجناه من الفرن، دابا غنخليه حتى يبرد وندخلو للتلاجة، ومن بعد نوريكم طريقة تزيين. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، كريم كراميل ديالنا هو هذا. انا زدت عليه كريم شونتي والفريز. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.